رمى طائرا إذا رمى طائرا وأصابه فوقع في الماء فلا يدرى هل مات بالماء غرقا أو مات بالإصابة، ما يدرى. إن كان مات بالماء فهو محرم لأنه ميت، وإن كان مات بالإصابة فهو حلال لأنه صيد. فشك في ذلك ماذا يعمل؟ هذا يترك هذا الصيد، يتركه لأنه مشكوك في حله. وكذلك إذا كلبه صاد صيدا لكن وجد معه كلب آخر، كلب صيد آخر لغيره، ولا يدرى أي الكلبين أصابه، هل هو كلبه أو كلب غيره، إنه يتركه أيضا. نعم.